سمو الأمير سلطانة. رحيل تضل في ريال هون يا سلطانة، أنا ما بسمح بهالشي. أنا ما فيني خالف سموك، بسلمكن في ريال إمتى ما بدكن، بس قبل حابة أعرف بشو حضرتكن رح تتهموها. سألت عفيفة خانم عن هالشي بس هي ما جاوبتني. مو مضطرين إنه نشرح لك شي يا هيام. طالما ما عم تقدروا تقولوا شو الموضوع بقول أنا. فريال زنت يا أمير وتعتبر مذنبة، وبهالحالة خلينا نقدمها لفريال للقاضي وهو يحاكمها. خلي القاضي هو اللي يقرر، وبيطبق عليها قانون الدولة وبتاخد اللي بتستحقه. وطبعا بهيك حالة لازم يتحاكم معها كمان إبراهيم باشا. انت يا هيام اكيد جنيتي. قاضي شو قانون شو اللي عم تحكي عنه؟ هاد الوزير الأعظم جناب الأمير. سلطانة معها حق، انت مالك طرف بالمشكلة لتتدخلي. هالجريمة بدكن تتكتموا عليها، يعني برأيكن هذا هو القرار الصح؟ لا تتدخلي بأمور مالك علاقة فيها بنوب، انت ما دخلك بهالقصة. رح أطلب من شيخ الإسلام يقدم لي فتوى بالشي اللي صار، وهو رح يرشدنا على الحل. اوعك تعمليها. ما حدا فيه يمنعني، بدي احكي عن جريمة الزنا اللي ارتكبها زوجك الباشا وخلي الكل يعرف. انت عم تهددينا يا هويا؟ بفضل قول اني عم حاول اتفق معكم، بالنهاية القرار إلكم. يا كل اسطنبول رح تسمع بهذا الموضوع، او فينا نستنى لحتى يرجع مولاي السلطان. جناب الأمير. بعدي عني أحسن لك، أنا هون الإيد اليمين للسلطانة هيام، واللي بيلمسني بيحترق. كوسر. سلطانة يلا لشوف اعتذري من عفيفة خانم. سلطانة بس أنا بعتذر منك عفيفة خان. إذا بسمع مرة تانية إنه عم تقللي معها أدب، وقتها أنا اللي رح أعاقبك، فهمتي؟ مو هالحرم لك إله قواعد ولازم تتطبق؟ وبما إنه فريال بخدمتي ما بيصير ياخدوها مني ومن دون سبب. بظن إذا مصرين بيقدروا يلاقوا سبب يا سلطانة. فريال هلأ صارت تحت حمايتي، ما رح اسمح انه يصير فيها مثل ما صار بنادية. هيام. سلطانة. فريال رح تضل بالقصر، ومولاي السلطان بيقرر مصيره. رح اسمح لتضل ليرجع مولاي من الحملة، وهذا القرار الصح يا سلطانة. وبس يرجع جلالة السلطان، فريال رح تطلع من هالقصر وانتي رح تكوني معه. رح فرجيكي عقوبة انه تهددي وحدة من السلالة. عفيفة خانم. تفضلي يا سلطانة. لا تخليني شوفها لفريال قدامي بنوب. اوعك تطلع بطريقي او تلمحها عيني.